رشيد رشيد شكون رشيد؟ ولدك ما رشيد ولدك رشيد 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 الحاج الحاج يا جماعة يا جماعة شفتوا شكون هو؟ رشيد رشيد القاتل واه شفتوا غدا يا كلب يا مجرم يا قتال يا مجرم يا غالية يا كلب يا جاية يا قاتل يا خبيث يا مجرم يا قاتل صعيبة صعيبة الحالة في الجبل صعيبة ياسر صعيبة أنا هبط بلا ما نخبر خاو درت الشي اللي كان لازم يندار يا ابني ما جعل ربي يغفر لك برك وتروك كيفاش راوك لازم نروح الجدار ما يسجد روحي راك بغيت من راسك يدوك يسقسوك خليهم يسقسوني انا غادي كلشي نحكيه خليك منهم يعذبوك ويزيروك ويضغطوا عليك غير باش تبيع الاخوه ويحطوك ارهابي دائم ويوسخوك لازم عليك تروح وهران ولا تزاير على بالك العيشة تبدلت وكل شيء غلا وكاش ما عندك شوية دراهم كما الاخرين
ملاح، ما لا قلت لي عمرك ولا استعملته؟ لا. وزعما سرقته للأمير؟ سرقت له كي كان راكد. ما عندك حتى حاجة تزيد تقولها؟ لا. زيد فكر مليح، خمم. ما عنديش واش كلش قلت لك كلش. سيدي علي، سيدي علي، حضره هاك سجل هذا وراك عارف واش دير. تفضل. الدوسي تاعك وناخذو بعين الاعتبار. صح، كتر خيرك. ما تشكرنيش انا، شكر القانون الوئام المدني. انا هنا راني نطبق فيها برك. تنجم تروح. صح. استنى، امي راك تشكر فيا؟ غادي نطلب منك خدمة صغيرة برك. وش ما خدمة؟ قلقش روحك، سهل. جمع. السلام عليكم. بعثني لك سي رضوان. على بالي على بالي. كلمني سي رضوان في التليفون. اسمع، لا راك سيريول لهنا الخدمة كاينة. اسمع لي مليح باش نتفاهموا. هنا ما نسحقش المشاكل. والبوليتيك يقاطيني. نحي لي اللحية هذه. خدمت في قهوة ولا ما خدمتش؟ لا، عمري ما خدمت في قهوة. وين كنت تخدم؟ فلاحة. اي صح، اي تبعني نعتك شمرتك. يلا راك درس مليح كي تعلمت تمشي ماشي وحدك. هاي الشمرة تاعك. هو فرشك. وتريسيتي ما تقيسوش. حوص مليح دوك تكشمع. زيد الماء والفوق. والباقي دبراسك. كتر خيرك أخي، كتر خيرك. مانيش خوك. عمري ما نكون خوك. عيط لعمي صالح. هاي اللي تساعده.
اللي يسمع تقول زيره في طرف الدنيا يا ولد. هذا اللي تهضر فيها الواحد راه مع الشعب، الواحد راه مع الغشاء مقابلني. ياه اختلتني بالحكايه تاع غدوه غدوه غدوه، الناس يتموت. انا نقول لك والله حرام عليكم، والله ما تحشم، والله ما تحشم. ست سمع هذو ناس في زونتيها في الاماتوار مش بعدوش من السريقه. ايه سراق انت واش تكون انت يا سراق؟ قولها ونعاود هاك سراق انت يا سراق. يا ود سمعهم هاد الحاج هاد. شوف لي خويا هذا اختي، والله الدوالي قلتي عليهم مازال ما جابوهم ليش، هاك سمعتيني نهضر معاهم. كيفاه كل خطره تقولي السيمانه الجايه السيمانه الجايه بزاف خويا. انا نقول لك شنو يقولوا لي، عندي دواء ما نحبش نبيع لك. انا ماذا بيا نبيع لك، راح نخليك مريضه. واش هادو يتمسخروا بينا ولا واش؟ يتمسخروا بينا ولا؟ قوليها وعاوديها. هيا كي نديرو؟ قلتي لها جابوا لي دواء هدايا، انا نخلي لك جوج بواطات غير على جالك. الله يسترك صحيت. السلام عليكم. هات خويا هات. الأخضر على سلامتك. تفضل. شكون اللي فراو؟ واه جابوا لنا سلعة زينة. كبر لي خبط بها. دير لنا زوج فيس عشان نزرب الله يعافيك. السلام عليكم. أوه أوه. زوج ساعة كويس دينا. صحيح. بس ياك والله سمحوا لي، والله سمحوا لي، والله روح، والله لازم سمحوا لي. صحيح. هاك. السلام عليكم. هات الله فرح. هات صباح بخير. Thank you.
صباح الخير يا عمي صالح. صباح الخير يا وليدي. دير لي طرف خبز و تكترش فيه الزبدة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم خويا. عندك اسبيرين تاع دواء تاع الراس. تحب تدوب في الماء ولا تسرطها ديرة؟ اللي جات. هو الخضر يولن. اسمع لي مليح، عندي حاجة تهمك بزاف، باغيك تسمعها. شكون انت؟ شكون انت؟ ما مراني؟ لا تعيط لي. عاود عيط لي مانيش وحدي. عاود عيط لي صح صح صح. هبلتون كيف تروح بلا ما تقول لي؟ رحت شريت الدواء راسي كان ضرب. مانيش انا الدواء تاعك هذا، ما نخليوش الخدمه هكا ونمشيو. لا ما عجبكش الحال، البابا قدامك كاينين الوفات حابين يجيو يخدموا هنا. انا حبيت روندي سيرفيس لسي رضوان هذا مكان. اروح قرب. جاتني نقول لك حاجه، نقولها لك من قلبي صح فهمت. ما نبغيش الفسطه نتاعك تاع المنافقين هادي، ما نبغيهاش.
طلع عيط لي ها ما تكتيف انت وين تعرفني دخل لداخل دخل لداخل نهضر خير اللي قلت ما تدخلش روحك انت في الامور هذه انا ندبر راسي خلاص غير خدم خدمتك برك خدم خدم اي صح صح فاهم لك فاهم خلاص我试试，你应该对我额娘谈谈，她确实比我阿玛好说话。旭明，你母亲现在正好就在宫里，我这就去。 جميلة جميلة ما تركزوش ايش برك اللي حبني على بالي على بالي جميلة جميلة لازم تجي وخلاص شوفي كيفاش اللي بيني روحك يومين برك يومين برك وروحي شوفي كيفاش ديري مع السبيطار وروحي ايه صح
حتى نهار السبت فوالا. ان شاء الله على 3 ايام هكذاك. حبيبه انا وراسك. شوفي مصطفى ما كان له تحكي له. كي نرجع انا نحكي له. صح صح. الغمال إما بالوراح سألت لي نونداسيونس ما اللي فاتت ترميت كلش هادي واش دير هنا دي حط بها سبطاح حبيت ندير بها بيت نحطها تحت الفلاش شو علاقة في بلاصة الريدوات والكتابات التانية رميتهم رميت لبيبيوتيك برك كتاباتهم في البلاكار
تشربي قهوة؟ لا كان ما حبيت ندوش. كان بصحي روحة 8 كالعادة. انا حنقتك شما نجيب لك؟ ما كان له روح برك. شنك راي متبدلتيش؟ مزاك تشرب؟ مين داك؟ بوشي كان مغلوق عندي شلاضة. معليش دوكا لازم عيط لي غدوة ولا بعد غدوة. انت تمنو تيروريست كلب تمنو. علاش حبيتي ما نأمنوش؟ عندو علاش يكتب عليا السيد؟ قعدت معاه ساعة في القهوة
الحكايه تاعك ما حبيتش قاعد تدخل لي في مخي. انا عبد كيما هذا نعيط لابوليس نبيعو. جميل لازم نفروها وحدنا الحكايه بيني وبينك. علاش؟ علاش؟ وش الحال؟ نعاودو نرجعو 5 سنين من قبل. ما عندي ما نعاود جميلة، مازالني في 5 سنين من قبل. أمور أنا ما حد يتحرك ولا يأتي إني رقصة هلا يبا أنا ما أحبك والله العظيم أنا أحبك وما أحبك أنا أموت فيك أنت قلبتنا وطردتنا والله العظيم يا بي أنا ما طلقتك أنت بلا طلقتنا وطردتنا الله أكبر أنا طردتك إيه جيت نشوف لك مليحة ما جانيش نعاس من بعد أنا تاني قهوة عملت مليح البرد نسيت السم تاعنا في الطريق حسيت بلي راح عند حكومة من خلعة قالها جبتي دواء بسكو في الفارماسي ما عندي والو
شوف نهار سلمى مرتت تاكت في لابولون طلعت لها الحمى كنا قاعدين هنا في هذا الكرسي هاتك ليلة معرفش واش ندير حبيت نعيطلك بصح التليفون ما كاش يمشي علاش راكي تحكي لي هاد الحكايه بليش هادي بزاف ما صارتش هكذا فهاد الكوزينة شو مامنين وتشر زاد طلع الجبل زاد وعمرو صعب العين شوف 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 عينيه راح يخرجوا هذو كي شاف البنات يفوتوا عادي الفوق في الجبل ما كان والو كل شيء بحزم صح هادو لازم تلقى فيهم واحد تعطي حبه في الدماغ وما كان حتى مشكل يا ولدي خليك منه ومازال دراري خلاص واش كاين تاني سي صالح نقدر نروح للفرماسيان علاه واش بك يعني حاس روحي شويه مخنوق اي روح ما تطولش بزاف صح غادي تبع هادوك البنات كيفاش مركزوا قال لهم يعيط وصل السيسو راه يعيط ولا جبتني باش شنو تخلطي في الهضره جميله حكيتنا نسيتها جميله لكش ما درتي في راسك راجل واش صرا البارح غير نسايا عيط غير جل سلمى اجل بنتك اجل بنتنا الو نعم تفهمنا اليوم اه واش دين دراهمك واش دين اه خلاص صح صح خلاص انك غدوه صح واش قال لك حاصل في الخدمه تاعو ما
هاك تشوف سير دوان هذا وين يجي؟ عنده ساعة ونص ملي خرج. راك مليح هكذا بلا لحية، راك بوقوص. واش ما عجبتكش هاد الخدمة؟ لا ما زعما ولفت برك هذا ما كان. تبعني. بيح. كيف؟ واش خممت في الهضره نتاعنا؟ ما خممت. لا بلي حتى واحد. صارك خالفت الوعد نتاعك؟ لا ما خالفتش. ما كان والو. راني صابر. بصح شعلي قدني نصبر رشيد بزاف. لا لا تكون حاجة نخبرك نقول لك. راك عارف اللي يهمني. راك مازال تسمع فيا. اسمع. ما تنساش رشيد. مازال حياتك مع الكابين يديا. سي سالي وليتي حامية شوية تحركك بلينا ما بلينا درت الفيزا؟ لا ما يسحقوش فيزا واش راك رايح دير لي؟ نخدم با نخدم كان الخدمة تما نخدم وين حبيت نتمنى لك الخير هذه حاجه مليحه لي كي تروح ونزيدك ما يديكش تطول لهنا وليدي على بالك باللي قتلو سعيد سعيد الطيب ايه هذه يومين من اللي جاو عنده خرجوه من داره ذبحوه قدام مرته وولاده ولاده صغار الله يرحمه الله يجعله يكون من أهل الجنة زدك شوية حديدة وليدي
وقفي. الو نعم اه اه وين؟ صح صح واش قال؟ وسنا فينا وطيكش تجي معنا وطيكش كيفاش؟ هي ثانيك لازم تشوف بنتها اركب صعيبة الحالة تمام وطيكش صعيبة عليك ولا عليا اركب اركب ترحم جبتهم اركب بس انا وش قلت لك تقدر تحبس لا مش ريح من قدام لازم تريح من قدام هكذاك خير
سمعتوا والو؟ ما على بالكم بحتى حاجة؟ يجي يشرب ياكل يقتل ويروح. جاب لي ربي ما راكمش حاسين بالحالة اللي راه فيها ولدكم. تبان لك هذه حاجة نورمال؟ ها الحاجة. استنانا. ما قالك والو قبل ما يروح؟ يا ولدي يوم شتو شكي راه خلاص. وهذا الصاك تاعو؟ انا متاعو. باغي نشوف درهم يضروك. كيفاش؟ باغي دوك نشوف درهم. اش بيك مع الدرهم انت واقيلا ما امنتنيش؟ قلت لك درهم ما عندي. لا امنتك بصح باغي دروك نشوفه. خاملك 10 ملايين تحسبهم؟ صح. ما نسحقش الصحة تاعك، خليه لعمرك. راك فايق واش راك دير؟ كيفا؟ سمعتني مليح. طلبت منا دراهم، وحنا رايحين نعطوك الدراهم اللي طلبتهم باش توري لي بنتي. بنتي وين راهي؟ بنتي اللي اديتوها لي. كيفاش بنت لك؟ كيفاش راك عايش بيها؟ ودركا سمعتني؟ خلاص جميلة، خلاص جميلة. حط روحك مسلم، تشد مني دراهم باش نشوف قبر بنتي. حط روحك مسلم. ماشي انا اللي قتلت بنتكم. عمري ما شفتها، ما عرفهاش. هذاك الوقت كنت انا مازال ما طلعش الجبل. الواحد ما قالك حكينا حكايتك هكذا ملا سكتنا صح؟ احكي لي انا حبيت نعرف. أنا اللي قتلتها مضام، والله العظيم أنا، والله اللي قتلها قتلوا العسكر 6 شهور من بعد.
حاب تحكي يا ما لو قولي كيفاش تعرف لافارماسي تاعي؟ كيفاش تعرف لادريس تاعي؟ كيفاش تعرف اسمي اسم بنتي؟ كيفاش تعرف واش كانت لابسه نهار اللي خطفوها؟ صح حكيت لك على انا عاود نحكي لك احكي لها احكي لها ليها ماشي ليا احكي لي محمد الكردوني جاركم كان معهم هو اللي حكى لي على كل شيء حكي لي كفار فدوها كيف خطفوها هو اللي ورا لي القبر وراي مدفونه وقال لي بلي شحال ما خطره وجاو ليك باش تعطي لهم الدواء انت ما بغيتش كنت قادر نعطي لهم دواء عطيت لهم كاع واش كان عندي كي ولاو يعيسوا فيا كيفاش حبيت نعطي لهم دواء على بها بغاو يعاقبوك عاقبوني هكذا قال لي الاخ اللي كان معهم لا جميلة 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 حبسي حبسي واش خداك انت برك انا من الهضره الزايده ما كانت سيد تهربة فهميني واش صرالك ها واش خداك هبلتي ولا واش كاين ها واش خداني درت واش كنت لازم انت دير 5 سنين من قبل عطيتهم الدواء قد ما قدرت ما حشمتش وقلتها صح 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 بلعي درك بلعي عاونتهم في السيف في السيف تاعك عاونهم من باب الانسانيه تاع العمى اللي خلاتهم يقتلوا لك بنتك اللي خلاتك تعيش في الرخص صح تسكتينا دوكا ولا لا ها تسكتينا ولا لا الكابوس تاعك لو كان خرجته هذاك الوقت كان هبطت 10 20 منهم ما درك خلاص درك ما تجيش تلعب لي الكوبوي لهنا انت واش درتي ها انت واش درتي حكمتي الساك والباب هذا ما كان ها وجاي هذوك تحلي فمك هذا ما كان
هبط وحدك ولا مع جماعتك؟ هبط وحدي، صح كاين سبعة واحد آخرين هبطوا. جماعة الأخير مازالهم هنايا. شكيت العسكر داروا راتيساج كبير في الغابة، جابوا الماتيريال كبير، جابوا كوبتير، جابوا البلاندي، ما قدرناش نزغدو. حبس، شوف حبس هنا 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 راك شور هي هذه هي البلاصه هذه البلاصه حبس مشي لقدام حنا نتبعوك هذا القبر تاع عبد الله الافغاني الله يرحمه ذاك تاع حمد الكردوني جاركم بنتكم الله يرحمها راهي هنا Hey!
Thank you.